لا بس احكي لك. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في مبادرة في فريق مبادرة المدرب الصغير في اللقاء التدريبي الثالث بيني أنا شوقية حواورة مؤسسات فريق نحن المغادرون نحو القمة، ومؤسسة فريق التعليم يجمعنا الأستاذة لينا خليفة، وكلتانا الحمد لله خبيرتا مايكروسوفت العالميتين ومدربتين دوليتين. نرحب بكم في هذا اللقاء التدريبي الذي نتمنى أن يكون رائعا وماتعا، لأنه بصحبتكم أولا، ولأنه الآن على غير العادة من تقديم طالبة مبدعة ترفيع أول ثانوي، طالبتي المبدعة المميزة مجد قرارية من مدرسة بنات الفندقومية الثانوية، سوف تمتعنا الآن بهذا التدريب إن شاء الله. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا، كل باسمه ولقبه، نتمنى لكم الفائدة بإذن الله. أولا أعرف بطالبتي، طالبتي هي طالبة كما قلت مجد ياسر قرارية، وقد صممت عدة فيديوهات تعليمية وعملت على المونتاج بطريقة احترافية بهذا البرنامج العظيم الذي تحتاجه إن كنت تريد أن تقدم لخبير مايكروسوفت مثلا، وأن تضع إنجازاتك شهاداتك أعمالك عبر فيديو، وتأخذ الرابط وتضمه في سوي أو ويكلت وما إلى ذلك. فهذه شهادة لها، كنت قد أعطيتها إياها العام الماضي، وأيضا هذه الشهادة أخرى لأنها أيضا شاركت معي في أسبوع البرمجة العربي في عدة فيديوهات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والبرمجة، وهي فعلا أبدعت وتميزت ودربت كثير من الطالبات والمعلمات. أيضا هذه منحتها إياها جمعية المترجمين العرب، لأنها قامت بتصميم إعلان لدبلوم المترجم المعتمد العام الماضي. أيضا هذه الشهادة الرائعة منحتها إياها لأنها أيضا تستحق بإبداعها وتميزها في عملية المونتاج، وهذه شهادة التقدير منا أيضا ومني من الأستاذة لينا خليفة، عندما قامت بعملية التدريب في هذه المبادرة المدرب الصغير على اللين ماستر وكيفية المونتاج باستخدامه في شهر 12/2021. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، نبدأ على بركة الله مع الطالبة مجد، فلتتفضل. تفضلي يا مجد، ابدأي شاركي شاشتك، هي راح تشتغل على الجوال، فاللي بحب يشارك يا ريت تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة مجد جاسر قرارية من مدرسة بنات الفندقومية الثانوية من محافظة جنين. في حصة اليوم رح نتعلم طريقة المونتاج الاحترافي بالهاتف سواء لأندرويد أو آيفون. أول إشي بندخل على التطبيق، ثواني تمام، هيك بتكون واجهة. مجد انت مش محضرة فيديو اول اشي عن طريق الماكين ماستر؟ ما صار لي مجال والله. طيب مش مشكلة، يلا هيك بتكون واجهة البرنامج الأساسية. عندنا على الجزء اليمين بكل المشاريع اللي اشتغلناها، أما على الجزء اليسار كيف نبدأ مشروع جديد. هلا انا مش رح اشرح كل نقطه بالتفصيل داخل هذا. اعرضي لنا واحد من هذول المشاريع الجاهزه. هدول راحوا شوي. في عنا اشي عرضته الك معلمتي، عملته الك مره. اللي عملتي الي مره، ماشي تمام. بس شاركي الصوت، مشاركي الصوت، عامله تضمين للصوت. تمام. تمام، إذا هذا فيديو رئيسة الجمعية. كمل.
معلمي اللغة تفضل. الإنجليزية العربية فوقي حواوري خبيرة المايكروسوفت العالمية مصر، حاصل على جائزة المدرس الدولية ISA، صاحبة أساليب تدريس مميزة، جمعية معلمي اللغة الإنجليزية العربية، رئيسة الجمعية المعلمة شوقية حواوري فلسطين، مديرة التحرير دانيا كوراني سوريا، شهادة التميز الأكاديمي من جمعية المترجمين العرب، مديرة العلاقات العامة في جمعية المترجمين العرب، الهيئة الإدارية في جمعية المترجمين العرب، ممثلة فلسطين في المشروع الأخضر العالمي، سفيرة لمنصة ويكليت العالمية، تكريم هاك سفيرة للمال، التخرج من دورة الترجمة القانونية، مؤسسة فريق نحن المبادرون، مدرب على تطبيقات مايكروسوفت واستراتيجيات التدريس، مرشحة وقاضية في جائزة المرأة العالمية المبدعة، مرشحة لجائزة المعلم العالم، فائزة لجائزة الرئيس للإبداع والتميز 2020، سفيرة التعليم، سفيرة بنزي، سفيرة المجد من جمعية المترجمين العرب، سفيرة جواز سفر ثقافي، متحدثة رسمية في مؤتمرات عالمية، شهادة تميز من المجلس البريطاني، صاحبة مبادرة نحو المواطنة الرقمية. تمام هذا الفيديو. ممتاز، بارك الله فيك. إذن هي ماجد عرضت لكم إحدى أو أحد الفيديوهات الذي صممته عبر هذا التطبيق الذي يدعى كين ماستر، فهو تطبيق رائع يمكنك أن توثق بعض إنجازاتك لرفعها في ملفك السوي أو الوكلات الذي سترفعه لخبير مايكروسوفت العالمي. تفضلي الآن، ابدأي في التطبيق العملي. تمام، هيك بتكون واجهة البرنامج الأساسية. عنا على الجزء اليمين بيكون المشاريع اللي اشتغلناها سابقا، أما على الجزء اليسار كيف نبدأ مشروع جديد. هلأ ملاحظة صغيرة، أنا مش راح أشرح كل نقطة بالتفصيل داخل هذا البرنامج، لكن حسب ما نستخدمها داخل المشروع راح أحكي فيها. أول شغلة راح نضغط على إشارة البلاس لحتى نبدأ مشروع جديد. بعد هيك بطلب الأبعاد الخاصة بالمشروع، مقاس 1x1 هو مقاس فيديو فيسبوك، مقاس 9x16 هو مقاس ستوري، ومقاس 16x9 هو مقاس يوتيوب. ضروري تكونوا متأكدين من النسبة اللي بدكم تشتغلوا عليها، لأنه مجرد ما تم اختيار هاي النسبة مش راح تقدروا تغيروها مرة تانية. أنا اخترت هلأ مقاس يوتيوب. تمام، هاي هي واجهة العمل من الداخل، بس نظرة سريعة على الواجهة عندنا بالجزء الشمال مجموعة من الأوامر، مثل الأولى تراجع أو عدم تراجع، العلامة الخاصة بالصورة هي لتصوير شاشة العمل أو لتصوير مقطع معين أو صورة من داخل العمل، وعندنا الإعدادات الخاصة بالمشروع، لكن بأغلب الأحيان كين ماستر بيكون مختار الإعدادات الأفضل بالنسبة لنا. ما بعد هيك عنا تكبير أو تصغير التايم لاين أو مساحة العمل. أخيرا عنا خيار العودة لبداية العمل، هذا الشيء راح يبين أكثر بالشرح معنا. عنا بجزء اليمين دائرة مكتوب فيها كلمة الوسائط لحتى نضيف من خلالها المشروع. في عنا تحتيها كلمة الطبقات لحتى بس نضيف الوسائط أو أضيف الصوت أو صورة أو أي شيء أنا بدي إياه يضاف في طبقة منفصلة، راح نعرف أهمية الطبقات كمان شوي. في عنا خيار التسجيل، هو لسه مش مفعل لأنه أنا لسه مش ضايف ولا إشي بالمشروع. أخيرا عنا الصوت لحتى نضيف موسيقى وهي الأمور. طبعا عنا تحت علامة ستور بخيار المتجر، في كتير أشياء ممكن نستخدمها بالتصميم تبعنا، سواء أشياء لها علاقة بالانتقالات أو بالستيكرز أو حتى بالموسيقى. أنا هلأ هون عندي منتج فتح، هلا خلينا نضيف ملفات خاصة فينا. رح نضغط على كلمة الوسائط، أنا رح أختار فيديو على نفس الخيار اللي موجود. طبعا بتقدروا بكلمة all تختاروا الخيارات، تختاروا كل الوسائط اللي بدكم إياها، لكن أنا لغرض الحصة عملت مجلد اسمه favorite أو المفضلات.
وضفت فيه كل الملفات اللي راح أستخدمها خلال العمل، ويكون الوقت أسرع وأسهل بالنسبة لإلي. تمام، بس أحدد الملفات اللي بدي إياها. بس خلصت وتأكدت إنه هاي الملفات اللي أنا بدي إياها، بضغط على إشارة الصح الموجودة على يمين الشاشة. تمام، هيك يفترض الأمور إنها جاهزة، لكن إذا بتلاحظوا الشريط الزمني تبع الفيديوهات كتير كتير طويل، لدرجة إنه أنا مش قادرة أشوف آخر الفيديو. شو بعمل؟ بس بعمل زوم أوت، بسحب زوم أوت كأني بصغر أي صورة عندي بالجهاز. بلاحظ إنه التايم لاين صغر، وأنا زرت شايف كل مقاطع الفيديو اللي حطيتها. شو بستفيد من هاي النقطة؟ إنه بقدر أغير أماكن الفيديوهات بحال هي نزلت بترتيب ما بدي إياه، بس بضغط على الفيديو بحطه بالمكان اللي أنا بدي إياه. إذا بتلاحظوا إنه بالجزء اليمين صارت كل الخيارات مفعلة، بقدر أضيف صوت أو أسجل صوت أو أضيف تأثيرات. أول خطوة بالنسبة لنا هي خطوة القص، لحتى نعمل قص لأي فيديو بنحدده. تمام، ومباشرة راح تظهر عنا على اليمين مجموعة من الخيارات اللي بنقدر نتحكم فيها بشكل أفضل. عنا أول خيار هو خيار القص، اللي بس بضغط عليه بالطريقة هاي بتطلع مجموعة من الخيارات. هلأ مبدئيا نتفق إنه الخط الأحمر الموجود تحت هو خط القطع، اسمه هيد بلاي هيد. هذا المكان اللي بيتم عنده القص، سواء عنده بالضبط أو ما قبله أو ما بعده. هلأ في عنا هون أربع خيارات، تمام، عندنا أربع خيارات، خلينا نشرحهم بشكل سريع. أول خيار يعني اعمل لي قص لكل شيء على يسار خط القطع الأحمر. ثاني خيار اعمل لي قص لكل شيء على يمين خط القطع الأحمر. ثالث خيار افصل لي تمام عند خط القطع تماما، يعني خلي المقطع الواحد يصير عبارة عن مقطعين. وأعتقد أنه كمان الأشكال موضحة الكلام هذا بشكل أفضل. الخيار الرابع والأخير هو افصل لي عند خط القطع. بالإضافة لهيك شايفين هاي الصورة الموجودة هون، كمان خذ لي منها سكرين شوت تنزل لي إياها في منتصف مكان خط القطع. مثلا خليني أورجيكم إياها، كبست عليها صار عندي فيديو، وأخذ لي من الفيديو سكرين شوت صورة ورجع كمل الفيديو. بس أنا هلأ ما بحتاجها، فبروح بعمل ديليت. بس خلصنا قص، بنروح على شغلة اسمها السرعة، إنه أنا بدي أتحكم بسرعة بعض الكليبات أو بعض مقاطع الفيديو. فأنا بس بضغط عليه مرة تانية راح تلاحظوا إنه في عنا خيار اسمه السرعة. تمام، هذا عنا مجموعة جاهزة من السرعات، سواء إنه نخلي السرعة ضرب واحد أو ضرب أربعة أو ضرب ثمانية. أو عنا هون الشريط الزمني بقدر من خلاله أتحكم بالسرعة. طبعا في تحت ميوت، بقدر أعمل ميوت للصوت كامل، أو بقدر أعمل ميوت إذا ما بدي النغمة تطلع، بقدر أعمل ميوت فقط للنغمة. بعد جزئية السرعة أنا بدي أضيف جزئية الانتقال. هلأ بنلاحظ إنه جزئية التايم لاين أو الشريط الزمني خلص عرفنا إنه التايم لاين هو نفسه الشريط الزمني. التايم لاين نلاحظ إنه هو كتير صغير، فالانتقالات اللي هي بدنا نضيفها ما بين مقطع فيديو ومقطع فيديو على أساس إنه ينتقل من المقطع الأول للمقطع الثاني بطريقة سلسة نوعا ما. فأنا بس بدي أكبر التايم لاين يعني. تمام، كبرت التايم لاين، بنلاحظ إنه بلش يطلع إشارة زي شحطة بين كل مقطعين فيديو زي ما هو باين عندكم. هاي الإشارة عشان نضيف فيها الانتقالات. أنا بس راح أضيف انتقال، بضغط عليها بتفتح لي قائمة الانتقالات الموجودة بالبرنامج. أنتوا بتضيفوا وبتختاروا الانتقالات اللي بدكم إياها، وإذا ما بدكم من هون بدكم زيادة بتضغطوا على المتجر بتختاروا أي إشي بدكم إياه. ثواني أفرجيكم المتجر كيف ينزل منه. مثلا هاي الانتقال بكبس عليها، في هون عند كلمة تتم هاي تنزيل، وهون الفيديو هذا بشرح كيف طريقة الانتقال هذا. وفي عنا بس بنعمل تنزيل بنزل مجرد طوال الانتقال.
هلا مجرد ما خلصت من الانتقالات بنضيف التأثيرات، يعني مثلا أول تأثير بدي أضيفه هو تأثير التغبيش، بضغط. هلا كين ماستر اللي بيشتغل عكس الصراحة الناس اللي كانت تصمم على برنامج الفوتوشوب، بنلاحظ إنه الطبقات بتكون الطبقة الأساسية تحت وفوقها الطبقة اللي أعلى منها وفوقها الطبقة اللي أعلى، وهيك بيكون الموضوع. بيكون في كين ماستر العكس، الطبقة الأساسية بتكون من فوق، والطبقة اللي راح تظهر فوقها بتكون تحتها، والطبقة اللي بتظهر فوقها كمان راح تكون تحتها. طبعا يمكن الموضوع شوي مش كتير واضح، هلأ راح توضح معنا. فخلينا نضيف تأثير التغبيش. مثلا أنا في عندي هون علامة الكاميرا، ثواني، مثلا هون بدي أغبش الأرقام الموجودة على الكاميرا، بكبس على كلمة طبقة، بكبس على كلمة تأثير، بيجيني عندنا هون كثير تأثيرات وبنقدر نشتري من المتجر. بكبس على التأثيرات الأساسية، بروح على التغبيش وبختار كيف أنا بدي التغبيش. طبعا هون بتيجي إعدادات للتغبيش، هون كيف بدي دخول التغبيش يكون، وهون بدي ما بين الدخول والخروج، وهون كيف بقدر أعمل خروج للتغبيش. هلا إعدادات التغبيش إذا بدي إياه يكون كتير مغبش أو شوي، أو بده يكون عن كتير كتير أو مش كتير زي ما بدنا. هون إذا بدي التأثير يكون واضح كتير أو مش واضح كتير. في عنا عملية القص برضو مثلها مثل أي بدي أقص أي مقطع. طبعا عنا هذا الشريط الأصفر بقدر أكبر أو أصغر مثل ما بدي. عنا هاي الإشارة كيف بدي أقص طريقة التغبيش، يعني كيف أنا بدي إياها تكون بتكون. عنا هون كيف بدي يكون التغبيش بشكله إنه يروح على اليمين أو على اليسار أو منعكس. عنا الجزئية أخيرة بالنسبة للتأثيرات، راح نتعلم كيف أضيف إضاءة تحسن من شكل التصميم. أول إشي بروح على الوسائط طبقة، بعدها بروح على الوسائط بجيب مثلا هاي، لا خلفي خضر، سوري. بجيب هاي الإضاءة، أنا بدي يكون إضاءة حوالي الكاميرا مثلا، بنزل تحت في خاصية اسمها دمج. طبعا ثواني، بكبس على هون، في مجموعة اسمها مجموعة، بكبس عليها، بحط على شاشة، فهنا بتروح الشاشة السوداء اللي كانت ورا الخلفية، بكبس عليها وبقدر أحط الإضاءة بالمكان اللي أنا بدي إياه. طبعا تعالوا أعرفكم شوي، في عنا رسوم متحركة داخلية، هي كيف بدي مثلا هاي الإضاءة أول ما تدخل تدخل بحركة. شوي أفرجيكم مثال، مثلا هيك هيك. وفي عنا كمان ما بين الدخول والخروج مثل هيك، وفي عندي الخروج مثل هيك. تمام. كمان عنا مفتاح الصفاء، هلأ بحكي لكم عنه. في عنا اقتصاص، هلأ حكينا عنه. هنا إذا بدي أقص على شكل بتكون الصورة الشاشة اللي وراها. عنا صبغة اللون، في صبغات بتيجي جاهزة وصبغات بتيجي إنه أنت بتعمليها بشكل يدوي، مثلا زي ما بدك تحكمي فيها تحكمي فيها مثل ما بدك. هون المعلومات ما بتفيدكم أبدا. هلا بصير وقت انه انا بدي اضيف نص. من البدايه باسمي بكبس على طبقه، بروح على كلمه نص، مثلا بكتب اسمي، ببساطه راح اكبس على كلمه طبقه واختار كلمه نص. اول اشي بكتب النص، في عنا خيار الخط هنا، كلمه خيار الخط بكبس عليها. هون بيكون أنواع الخطوط اللي أنا بدي إياها. طبعا في عنا على الشمال أنواع الخطوط، وبقدر أجيب كمان خطوط من المتجر. طبعا خطوط من المتجر من هون، أنا بقدر أتحكم بحجم الخط من السهم اللي تحت الموجود على المستطيل، هذا السهم اللي طالع، أو بقدر أتحكم إذا بدي ألفه أو أخليه زي ما هو. تمام. عنا هون لون الخط، أنا مثلا ما بدي لون الخط يكون أبيض، فبحط صح هيك بيجي لون الخط.
عنا ألف التعتيم إذا بدي الخط يكون واضح كتير أو يكون باهت شوي. عنا التناوب انعكاس هو إذا بدي أعكس الكتابة أو إذا ما بدي عاد زي ما بتكون. عنا خيارات النص إذا بدي النص يكون بالوسط أو على الطرف أو على الطرف الثاني. عنا خط عريض هو بيجي خط مثل إضاء خط حوالي الكلمة نفسها. عنا ظل هو بيجي ظل حوالي مثلا هيك نكبس. طبعا زي ما بدكم أنتوا بتختاروا الظل اللي بده يجي حواليه، مثل إضاءة بتيجي حوالي الخط. هون توهج بيعطي لمعة للخط. عنا اللون الخلفية هي بتكون عبارة عن خلفية بتيجي ورا الخط مثل هيك. طبعا زي هيك مثلا انا هلا بدي اغير صورة الفيديو تلقائي بكبس على صبغة اللون وبختار اللون اللي انا بدي اياه. عنا برضو يدوي هلا حكينا عنها، مثل ما بدي انا بقدر اتحكم. تمام، ضل عنا شغلة اخيرة هي كيف اعمل شاشة خضراء. بنروح على الوسائط بختار صورة خلفية في وراها شاشة خضراء، بنزل تحت في عنا مفتاح الصفاء بكبس عليه بفعله بتروح الشاشة الخضراء بس ضلت الغيمة. تمام، بس ضلت الغيمة. هيك بكون أنا خلصت اليوم شرح. في حدا عنده أي سؤال؟ علمتي؟ طيب ممتاز، يعطيك العافية ما شاء الله. طب ممكن تعملي لنا فيديو الآن؟ أي شيء. أوكي تمام، يلا نجرب مشان يطبقوا معاكي عملي. يلا مثلا بدي اختار هذا تمام، هاي الصورة مثلا انا بدي اختارها، بروح على بجيب طبعا هاي اطارات جاهزة بختارها. تمام، إذا بدي أعدل بعدل من هون. طبعا أجيب كمان أكيد شغلة ثواني. مثلا اخترت هذا الفيديو بدي حواليه يكون إضاءات، بدي حواليه يكون إضاءات، فبكبس عليها بكبرها مثل ما بدي، بروح على كلمة مجموعة هيك وبعمل شاشة بتروح الخلفية السوداء بضل إطار لحاله. هلأ أنا بدي أصدر، نسيت أحكي لكم إياها، هلأ أنا بدي أصدر الفيديو. طبعا مش صعب أبدا تصميم فيديو عليه، في منه نسختين، نسخة مهكرة بتكون بدون علامة مائية، هاي بتقدر تنزلوها من اليوتيوب. نسخة مش مهكرة بتكون بعلامة مائية بتقدر تنزلوها من جوجل بلاي عادي. طبعا أنا هلأ بدي أنزل الفيديو، أو إذا بدي أغير عنوان الفيديو بكبس عليه وبقدر أغيره، بضغط على مشاركة بختار جودة الفيديو اللي أنا بدي إياها وبعمل تصدير للفيديو. هيك بقدر أصدر الفيديو. تمام علمتي؟ تمام. حدا عنده أي سؤال؟ يلا بس أفتح لهم المايكات عشان أي حدا بده سؤال ممكن استفسر، لاني انا كتمت الصوت على الكل. ما شاء الله بارك الله فيك. اذا ما باخذ وقت كثير صح؟ بدوس لا لا وقت. ما اول مره يمكن يتغلب الواحد، لكن بعديها بيكون الامر عادي. الان اذا في اي استفسار ممكن تساله الطالبه ماجد، وان شاء الله راح تجيبكم على كل الاستفسارات. ياريت تفضلوا بالأسئلة، المايكات مفتوحة الآن. من أسئلة؟ أهلاً وسهلاً. قول ما شاء الله تبارك الرحمن والله يحميها يا رب. يا رب. خليها ودعها يا رب. يا رب يا رب.
يعني على القليل نشجع الطالبة، يعني بتعرفوا حتى مع المين بقدروش يوقفوا وقفة مدرب أو وقفة معلم، فإنها طالبة تتجرأ ما شاء إنها الله ما تيجي شاء الله. وتحضر نفسها إنها تدرب معلمينها، فهذا إشي عظيم. طبعا هذه مهارات القرن 21، إن نشجع طلابنا على التفكير الإبداعي، إنها يمكن بلا مؤاخذة يمكن مش شاطرة مثلا في المدرسة بنتي أو ابني أو كذا، فمش مشكلة إنه العلامات بجيبش، لكن هو أبدع في مجال. فممكن أنا كمعلم أحفز طالبي، وأنا وجدت في طالبتي مجد الإبداع، فاستغليت هاي النقطة، شاركتني بفيديوهات عظيمة جدا جدا في أسبوع برمجة، شاركتني ببعض الفيديوهات عني، ممكن عن أي حدا، يعني كثير كثير كان شغلها رائع. فإذا في أي استفسار ممكن تتفضلوا. والله ما في استفسار، بدي أشكر المعلمين اللي علموها، والله يحماها مجد ويسعدها يا رب. يا رب. شكرا لك يا أستاذ، بارك الله فيك. أستاذ أنتوا الأساتذة، السلام نتعلم منكم. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا حياك الله ويعطيكم ألف عافية وترفع لها القبعات إن شاء الله عليها، رائعة قيادية معلوماتها مرتبة. يعني لو أنا بتصور أي معلم أو طالب وصلته المعلومة وفهم كل الـ إن شاء الله بكون فهم الموضوع بكل جوانبه، وأنا بحييها وبحيي إن روح القيادية فيها. بس بدي أسأل، شكرا. كيف بدنا نفرق بين النسخة الأصلية والنسخة التجريبية؟ لأنه أنت عارفة أنا لما بفتح على جوجل بلاي بيعطيني خيارات. طيب أنا إيش اللي عرفني إن هذه هل هي النسخة التجريبية أم هي النسخة الأصلية لكين ماستر؟ بس سؤال، ويعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم. العفو، أهلا وسهلا فيك أستاذة إنعام. ممكن الله تجاوبي؟ أكيد. طبعا النسخة المهكرة بتكون عن اليوتيوب، بتروح تكتبي كين ماستر النسخة المهكرة، بيعطيكي روابط بصندوق الوصف، تقدر انت تفوتي على الرابط تقدر تنزليها. اما النسخة العادية هي النسخة الاصلية، طبعا بتكون بعلامة مائية، في ناس ما بيحبوا تبين علامة المائية تبعت البرنامج، فالنسخة المهكرة بتساعد اكثر من النسخة العادية. صحيح، بارك الله فيك، شكرا لك يا مجد، يعطيك العافية. خليني أعرض لكم واحد من السلام الفيديوهات اللي عليكم. شاركت فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا بدي أشكر بس الطالبة الجميلة على المعلومات القيمة، كتر ألف خيرها، بصراحة المعلومات قيمة وجميلة وهي أسلوبها حلو جدا. حماية وبشكرك يا أستاذة شوقية، بصراحة كل مادة تفيد معلومات مفيدة، جزاك الله كل خير، جزاك الله خيرا، حبيبتي بارك الله فيك. أنا كنت عايز بس أعمل عشان أشكركم بس. الله يرضى عنك. أماني محمد الطبروسي من الإسكندرية. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة أماني، شرفتينا. خلينا نشوف واحد من الفيديوهات اللي شاركت فيه. حبيبة تسلمي لي. مجد شاركت في أسبوع البرمجة العربي، يعني كانت نشيطة جدا هي وبعض الزميلات. هذا واحد من الفيديوهات اللي أعدته بهذا البرنامج، وأنا رافعته على قناتي على اليوتيوب عن حماية البيئة. خلينا نسمع مع بعض. بيئة. البيئة من حولنا بأشجارها وبحارها جميل. وجمالها يهددها خطر كبير. إياكم. هذا الخطر ليس من الحيوان بل من البشر. يتلوث الهواء بعوادم السيارات وغازات المصانع، ويتلوث الماء بالنفايات والصرف الصحي، ويتلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة. لنطور الذكاء البيئي لدينا من أجل بيئة أصح وأنظف، نقلل الاستهلاك، نوفر الطاقة، نعيد استعمال المواد، نصلح المواد عوضاً عن رميها، نستخدم أجهزة صديقة للبيئة، نعيد تدوير النفايات. حماية البيئة. حماية البيئة. البيئة من حولنا بأشجارها وبحارها وجمالها يهدد. إذن هذا واحد من الفيديوهات، هذه صديقة أخرى لها أيضا وهي زميلتها في الإبداع، أيضا صممت هذا الفيديو. أنا
طبعا كلهم بيستخدموا التين ماستر ان شاء الله ابتعاد فيه بيستخدموا معلمتهم. إذن أنا بقدر أشجع طلابي بأي طريقة شفت عندهم إبداع معين بقدر أشجعهم عليه. بتمنى إنكم استفدتوا إن شاء الله من المحاضرة اللطيفة القصيرة البسيطة غير المعتادة مع المدرب الصغير بإشرافي أنا وأستاذة لينا المدربة العالمية رئيسة ومؤسسة فريق التعليم يجمعنا. بعرف شو صار شكله عندها مشكلة لكن هي إن شاء الله حاضرة دائما. بارك الله فيكم، شكرا لكم. أستاذة ديما بتحكي طلابي قاموا بتصميم فيديو بلا صوت متواضع للغة العربية، لا بأس حتى لو كان متواضع يا أستاذة ديما، شجعيهم يعني أعطيهم أفكار. أنا ممكن مش شاطرة في الكين ماستر لكن كنت أزودهم ببعض الأفكار، اعملوا لي كذا سووا كذا، فهم بيصيروا يبدعوا أكثر فأكثر. فأنت كمعلمة لازم تشجعي طلابك على مهارات القرن 21، على التعاون، على التواصل، على التفكير الإبداعي، على حل المشكلات. إنه ظهر عندها مشكلة في الصوت مثلا كيف تعالجه، ظهر عندها مشكلة في دمج الصور، في رفع بعض الصور إلى آخره. ممتاز ممتاز. أستاذ أيمن بحكي لو كنت أعلم غير الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن قدمتها لك من كل قلبي معطرة، شكرا على ما أوليت من حسن. شكر الله لك وبارك الله بك أستاذ أيمن. أستاذ إيمان شكرا لكم، رابط الحضور أرسلته سأرسله مرة أخرى، والشهادة إن شاء الله سوف تصلكم مباشرة عبر الإيميل. أنا الحمد لله فريقي دائما شهاداتي عبر الإيميل مباشرة. أستاذة ختام حياك الله، تحياتي للناس الرقية أمثالك، بارك الله فيك والله يعطيك العافية، شكرا لكم بارك الله فيكم. يعني بتمنى إنه كنا هيك خفاف نضاف عليكم بصفة الورشات. أنا الآن كنت أدرب في ورشة بانسي أكثر من 3 ساعات، ما شاء الله رائعة يا دكتورة. أنا دكتورة؟ طيب شكرا يا أستاذة إنعام، بارك الله فيك. أنا ماجستير ولست دكتورة الحمد لله. بارك الله فيك أستاذ محمد، حياكم الله. ممتاز. الأستاذة ديما بتقول برنامج فعلا مهم لضرورته في التعليم المدمج المطبق حاليا، فعلا. ولهيك أنا ومثلينا عملنا هاي المبادرة اسمها المدرب الصغير، لعلنا نصل إلى قلوب طلابنا ومعلمينا في أرجاء الوطن العربي بل العالم بأسره إن شاء الله، لعلنا نخلق طالبا رقميا كما هناك معلما رقميا. فإذا كنت أنت معلم مبدع يجب أن تنقل إبداعك لطلبتك، وهكذا إن شاء الله نتمنى منكم أن تكونوا كما أنتم وأفضل بإذن الله. شكرا لكم بارك الله فيكم. أستاذ عفاف حبيبتي أهلا وسهلا. أستاذ محمد شكرا لك. أستاذ صالحة وإياكم شكرا 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 لكم. ممتاز. أستاذ محمد عمري فعلا شفت اسمك في البنسي وبتمنى نشوف مشاريعكم وإنه أفدناكم، شكرا لكم بارك الله فيكم. إذا في أي حدا حابب يعلق يتفضل، وإن شاء الله كمان الفورم رح أبعثه كمان مرة. مجد حابب تضيفي أي شيء، كلمة نهائية؟ لا خلصت. إذا حدا عنده سؤال. تشرفت بلقاء اليوم. بدك تشكريهم على انهم شكروك وانبسطوا فيك كمدربة صغيرة. لكم شكرا لدعمكم وان شاء الله بنرجع نلتقي مرة تانية. تشرفت بالكل هنا حبيبتي، تسلمي يا مجد، ونتمنى نشوفك هيك مدربة عالمية ان شاء الله بإذن الله. الطالبة المبدعة شايفة تفوقت علي يا مجد، أخذت الأضواء مني يا مجد. الله يسعدك. الله يرضى عنك حبيبتي.
كل التوفيق. شكرا لكم جميعا لكل واحد حضر معنا باسمه ولقبه، شكرا لكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا مجد، وإن شاء الله ربنا يحفظك لأهلك ويديم عليك الإبداع والتميز. هاي كلهم بشكرك يا مجد على المحاضرة الجميلة البسيطة الحلوة مع المدرب الصغيرة في عمرها والكبيرة بإبداعها كما يقول الأستاذ محمد عمري، راعي المبتكرين، جهود ممتازة، راعي المبتكرين والمبدعين، ممتاز الحمد لله، شكرا بارك الله فيكم، آمين وإياكم، نشكركم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشهادات إن شاء الله مباشرة، شوفوا إيميلكم.